هكذا إذن أريد للعدالة المغربية أن تكون بلا بمحاكم بلا محامون، محاكم بدون دفاع. هي حالة غير مسبوقة في تاريخ الهيئات، تاريخ هيئات المغرب اللي عندها دابا ستحتفل بمئة سنة من الوجود، بمعنى منذ صدور ظاهر قانون المهنة سنة 1924 نحن الآن مضربين ومقاطعين لمحاكم المغرب برمتها ولجميع مهام الدفاع. فهو السياق لم يأتي مفاجئا طبعا، سيقول له ارتباط أيضا بكثير من الخطوات والكثير من المبادرات منذ تولي مكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في مارس، وهي مدة غير طويلة يعني بالمعنى، يعني مدة وجيزة، لكن راكم من خلالها الكثير من المبادرات، بأن أعاد طبعا الحل ملف مطلبي الواجهة، ملف مطلبي المحامون الواجهة، وكذلك السبق وحاول ما أمكن يعني أن يتفادى مرور مشاريع القوانين بدون ما أن تكون هناك استشارة حقيقية للدفاع، والدفاع من المعلوم أنه يزاول المهامين، هي مهام الممارسة المهنية في الميدان على الأرض، وكذلك الكفاءة القانونية بما يقدمه من استشارات. نحن في إضراب، إضراب مقاطعة شاملة إلى إشعار آخر، بمعنى مقاطعة مفتوحة. لا، مبادرة الحوار كذلك كان مكتب جمعية هيئات المحامين في هذه المدة القصيرة لم يتردد قط في تلبية أي دعوة للحوار بخصوص القضايا المستشكلة والمتمثلة بالدرجة الأولى على مشاريع القوانين التي مرت في سرعة يعني قياسية، حتى أنها من ناحية تشريعية معيبة من حيث ما يسمى بالوجدان التشريعي، بمعنى أنه خص تكون فيه واحد النوع ديال الالتفاف ديال جميع الفئات، حسيما أنه قانون المسطرة المدني هو الشيء الذي سجلناه بكل أسف بكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الوجيهة لهيئات الدفاع للمحامون. طبيعة الحال هذه الحوارات لم تسفر على شيء، لم تسفر على أي كان، لم تكن جدية في الأصل. الملفات المطلبية هي الملفات ديال مشاريع القوانين ومشروع قانون المهنة الذي يبدو غامضا في وجه المحامين الآن وهم المعنيين بتطبيقه. طبيعة الحال هاد السياقات كلها يجب أن نستحضرها، ونستحضر أيضا الخطوات النضالية التي سلكتها المتدرجة التي سلكها مكتب جمعية هيئات المحامين ومن خلاله هيئات المحامين المغرب، هي بداية بالوقفات ثم بالتوقفات عن عمل لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك إصدار بلاغات بيانات فيها التحسيس بأهمية هذه المطالب، وكذلك الوقفة الوطنية التي كانت أمام قلب اللمان لرمزيتها، لأننا في الحقيقة لا نعارض التشريع لكن نسعى إلى تجويده، واللقاء الوطني الكبير جدا الموسع بين محامي المغرب اللي حضره الآلاف واللي عبر من خلاله المحامي عن المكانة الاعتبارية وكونه أيضا مهدد في الكثير من المكاسب. فإذا كانت سلسلة تصاعدية. نذكر أيضا مقاطعة غرفة الجنايات بغرفتيها وكذلك الصندوق القضائي، وهو الإجراء الأخير والمحطة الأخيرة اللي هي محطة استجماع النفس ولتبليغ الإشارات التي ربما لم تصل بعد إلى من له ولاية النظر. نحن نعتقد بأن هاد المواطن هو في صلب القضايا ديال المحامون. هاد المقاطعة طبيعة الحال لها كلفتها، لها ثمنها، وهي تضحية من تضحيات الجسام التي يعني قدمها هذا الجسم المهني، هذا المحامون والمحاميات عبر تاريخ الطويل لهذه المهنة، من وطنية ومن إحساس بالمسؤولية ومن خراط لا مشروط في كل صيغ التضامن، ومن الدفاع على المقدسات والدفاع على الوحدة الترابية والدفاع على المثل والقيم الوطنية، بمعنى أنه في صلب بل من الذين حاربوا الاستعمار. هيئة محامي طنجة تولى قيادتها في بداية السينات النقيب عبد الرحمن اليوسفي، رجل السياسة الوزير الأول السابق، بمعنى أنه هذه القامات وهذه الوطنية أقول الدولية تزيدنا من ارتباطنا بهذا المجتمع وبقضاياها، بمعنى أنه نعطي إشارات أيضا للمواطنين بأننا في صلب القضايا التي المواطن في صلب القضايا التي يترافع عليه المحامي الآن. وأشير بالذكر الكثير من المقتضيات التي تمس المواطن، ولا أعتقد بأنه المحامي يعني لا يطلب شيئا لنفسه في النهاية.
فهاد المواطن طبعا الحال سوف يفهم من خلال هاد التوقف مدى أهمية الدفاع ومدى أهمية وجود محامي إلى جانبه يؤازره. لكن أنا كنقول بأن المواطن من مسؤولية الدولة، من مسؤولية الحكومة كذلك، بأن تصغي الاهتمامات والانشغالات ديال المحامون، ومن خلاله دعوة أيضا لفتح حوار جدي وجاد ومنتج ومثمر وعلى الأرض، يعني بما يحقق من 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 مكاسب وبما يزيح من هموم ديال المحامون والمحاميات، همومهم وانشغالاتهم التي ليست بالضرورة فئوية مرتبطة بالمحامي، لكن هي هموم الوطن بصفة عامة وهموم العدالة. واعتقد بأن هذا القرار هذا ديال المقاطعة هو قرار قاسي ومؤلم بالنسبة لنا، لكن كان ضروريا في نفس الآن. جزء ضئيل من المطالب اللي كنسميوها مطالب المهنة، بمعنى أنها بعض الملاحظات المتعلقة بالمهنيين وبالمهنة، منها ملف الضرائب طبعا الحال لي لم تستطع أيضا أن يفهم رسالة المحاماة على طبيعتها، ما هيش مقاولة وما هيش شركة تجارية، بل هي واحد المكتب، واحد الديوان الذي يعطي الفتاوى، ينير المواطنين ويصاحبهم مصاحبة قضائية. والتطوع، مبدأ التطوع ومبدأ الارتباط ديال هذه الرسائل ديال مهنة المحاماة بطبيعتها، بطبيعة الحال أرى الملفات عديدة جدا اجتماعية بطبعها، المحامي لا يتقاضى عنها أتعابا. هذا الملف الضرائب طبيعة الحال ملف الجبائي للمحامي، ومن ملفات من جملة نقط المطالب في دفتر المطالب التي تقدم بها مكتب جمعية هيئة المحامين، بالإضافة إلى النظام التعاضدي ونظام تعاضدي للمحامين. هذا كنعتبره واحد المكسب تاريخي والمزيد من تحسينه، فضلا على المساعدة القضائية والكثير من المواضيع المختلفة، لكن لا تشكل أهمية أمام مطلبنا الأساسي، هي مصاحبة التشريع، هي مرافقة التشريع، وهو ليس تحجيرا على السلطة التشريعية، بالعكس هو تجويد للعمل التشريعي في حد ذاته. وهذه القوانين المسطرة المدنية ما يرافع المحامي الآن هي من مطالب المواطنين وليست من مطالبه، بمعنى لا تشكل أي عبء ولا تشكل أي تهديد للممارسة المهنية بقدر ما هو تشكل وتحدث الكثير من الفارق بالنسبة للمواطن المغربي، وهو من باب الاستشعار حين تطبيق القانون، وهذا القانون هذا حينما يسري سوف تجد صعوبة كثيرة في تطبيقه وتنزيله أمام واحد المواطن اللي يعاني من الهشاشة. أعتقد بأن هذه المجانية اللي كنا نظن أنها ستكون لفائدة المواطن، الآن هناك تهديدات حقيقية حولها، الكثير من المواضيع المرتبطة بالشرعية وشرعية القوانين واللي عندها أثر على المواطن. قانون المسطرة الجنائية كذلك فيما يتعلق بتوسيع حريات وحقوق المواطنين ولا علاقة لها بالمهنة في حد ذاتها، والكثير من القوانين الأخرى التي لنا عليها ملاحظات. لكن دائما دعوتي إلى الحوار ولتغريب الحكمة وتغريب مصالح الوطن العليا.